انهيار الوضع الأمني وتمدد داعش إلى مناطق واسعة من الأنبار تسبب بنزوح مئات العوائل من مركز الرمادي والمناطق الأخرى عبر منفذ الخالدية مرورا بعامرية الفلوجة وقضاء المسيب باتجاه بغداد. كاميرا الحرة رصدت هذه الأعداد الكبيرة من العوائل النازحة. باعوا الأنبار، باعوا هاي العوائل، وين راح تروح؟ راح تموت هاي العوائل. احنا الأنبار اللي يحجون براسنا، هسه صار هيج حالتنا يرضونها من جيشاتنا. النازحون أكدوا أن تنظيم داعش قام بعمليات إعدام جماعي وتفجير المنازل وزرع حالة الهلع والخوف بين صفوف الأهالي. النازحون انتقدوا هروب الكثير من شيوخ العشائر والمسؤولين في الرمادي وتسليم المحافظة إلى المتشددين. من ده يدخلون يفخخون البيوت ويذبحون الأطفال، طفل ذبحوا عائلة كاملة من جوا الددون يا خاتل طفل، يجرونه ويذبحونه بساطورة يكشمونه. أنت رئيس المجلس وين؟ قاعد بالأميرات وناس قاعدة بجورجيا وناس قاعدة بربيل، ليش؟ وفي ظل امتناع محافظات الوسط والجنوب عن استقبال العوائل النازحة بذريعة المخاوف الأمنية، فإن هذه العوائل يبدو أنها تتجه إلى مصير مجهول في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية حرجة يتقاسمها معا الأطفال والنساء وكبار السن ممن يفترشون الأرض بحثا عن مكان آمن. أريد أن مكان نقعد به ماكو، عفنا بيوتنا، عفنا مخد حطينا نعال جوا راسنا دنام. هججونا بليلة ظلمة ما ندري، لا حد راح ولا حد وش صار ولا حد شافه. جمعية الهلال الأحمر التي قامت بتوزيع وجبات إغاثية أكدت أن عدد النازحين الوافدين إلى قضاء المسيب من مدخل عامرية الفلوجة تجاوز 15,000 نازح من مختلف الأعمار وسط توقعات بارتفاع أعداد النازحين بشكل كبير خلال الأيام المقبلة. نحن في بداية النهار والأعداد ما يقارب 15,000، نحن نتوقع أكثر من 50,000 عائلة سوف يتم دخولها عن طريق المسيب باتجاه بغداد. نشكر كل الجهات الأمنية في محافظة بابل وقيادة عمليات بابل لتوفير مستلزمات وتأهيل الأجواء الآمنة والمستلزمات الطبية والمستلزمات الخدمية وكذلك الغذاء والطعام. مئات العوائل أجبرها العنف المسلح على النزوح عبر طريق عامرية الفلوجة مرورا بقضاء المسيب باتجاه العاصمة بغداد وسط ظروف إنسانية حرجة تنذر بكارثة وشيكة. من قضاء المسيب شمال بابل، ميثم الشباني، الحرة.